كمباني، كنا فريقين عندهم الحظوظ ان يكونون كمباني، وفريقين عندهم نفس الحظ وهم مستعد يحاول انه راح يفوز في المباراه الجايه عشان يتاهل للكمباني. وقت بلاير كان في السد بيمر مرحلة تجديد مدرب جديد وسام بيز، هل يرى أن المباراة بكرة تختلف عن مباراة الذهاب اللي لعبوها في أوزبكستان؟
الانديه في اسيا بيعتبر من افضل الانديه في اسيا. بيتم يلعب على انه يطمح للفوز وانه الفريق ما يفكر باي فكر غير انه يتاهل بما انه عنده امل انه يتاهل راح يأدي. فالستايل اللعيبه اللي موجود كلها نفس طريقه اللعب اللي يلعبون فيها السيف، فحتى لو جاء مدرب جديد وبيتم يلعب نفس الطريقه نفس الاسامي نفس العناصر. سؤال اللاعب للأسف بالنقاط أفضل من السبب.